صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى بضعتك المظلومة المحروم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم كربلاء. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما. سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما أشرقت شمس وما أشرق البدر. سلام على القلب الكبير وصبره بيوم جرت حزنا له الأدمع الحمر. حافل جاءت كربلاء بإثرها، جحافل لا يقوى على عدها، حصر قد أبصر جسم الحسين مبضعا فجاءت بصبر دون مفهوم. القتل مكتوب ولي كتب يا هل أسر أخي إن في قلبي أسى لا أطيقه
وقد ضاق ذرعا في تحمله الصدر ويلي ابن امي ابن امي حلالك على الغبر النوم نمت على الوطية وجيت حمل اللوم يا راعظ عينك الف يومك يوم يا عز الحرم يا سور مرمر يا مفقود هم بيك الزمان يعود وهم يبدي الفرايح وانزع هدوم السود مضت وشمولها لين الفلك طر مضت وشمولها لين طرها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. التعامل بين الله والإنسان والتعامل بين الإنسان وبين خلفاء الله في الأرض إنما يتم بعامل واحد، هذا العامل هو الذي يعين كيف هذا التعامل بيني وبين الله، هذا التعامل بيني وبين الأنبياء وبين الأئمة. الذي يشخص هذا التعامل هو عامل واحد، بهذا العامل إنما يتمكن أن يشخص الإنسان علاقته بينه وبين الله تبارك وتعالى. بمعنى أن هذا العنوان كل البشر كل إنسان، ترى حتى في أصحاب رسول الله هنالك من الحواريين اللي أصحاب رسول الله عددهم 250,000 واحد، ولكن 3 فقط من الحواريين، هناك أصحاب لرسول الله، هنالك درجات متعددة. حتى المسلمون الآن لو نظرت إلى مكان مجموعة من الناس يصلون صلاة الجماعة، هل تتصور أنهم ينالون على درجة واحدة من الأجر عند الله؟ يختلف، كل إنسان له درجة في صلاته في صيامه. حتى حضوركم في المجلس كل إنسان منكم له مقدار من الأجر عند الله تبارك وتعالى. يمكن واحد يسأل لماذا هذا التفاوت؟ الله تبارك وتعالى جعل الأمور في مقدار معين، جعل لها ميزان معين، هذا الميزان هو معرفة الإنسان. المعرفة عنوان رئيسي للتعامل بينك وبين الله، للتعامل بينك وبين الإمام. المعرفة متدرجة لها درجات متعددة، لذلك هذه المعرفة بمقدار ما يكون للإنسان معرفة وارتباط بالله تبارك وتعالى ومعرفة للإمام. حتى الزيارة، هسه أوضح الصورة حتى أسهل الموضوع، مع أن المعرفة من الأمور المهمة، أن كل إنسان من هذه اللحظة لو صرف وقتاً للمعرفة شوف كل حياته تتغير في تعامله مع الله تبارك وتعالى. هسه واحد يسمع صوت الأذان تشوف يقول مو مهم، بعد ساعة نصلي بعد ساعتين نصلي. أكو واحد تعقد صلاة الجماعة يقول مو مهم صلاة جماعة، عندي شغل بسرعة خلي أصلي، إيش كثر الفرق؟ 5 دقائق
إيش كثر الفرق؟ 10 دقائق. إيش كثر الفرق؟ ربع ساعة. ولكن يقول يلا خلي أصلي على السريع وأروح، بعدين نصلي مو مشكلة، خلي نروح نسوي هذه الحاجة. هذا يعني ماذا؟ هذا معرفة الإنسان، التعامل مع الأئمة سلام الله عليهم. نعم، إذا ذكر اسم الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أخلي يدي على رأس جيد هذا، بس هذا ليس تمام المعرفة، ليس تمام المعرفة. اليوم مشكلتنا الحقيقية هي المعرفة. إذا قدرنا اليوم نحل هذه المشكلة، كل إنسان، كل إنسان، أنا كشخص أعالج هذه مشكلتي مع الله تبارك وتعالى، تشوف الكثير من أمور حياتك راح تنحل. تعاملك مع الله ليس في الصلاة وفي الصوم، في سائر أمور حياتك. إحنا المشكلة بعض من عندنا أنه الأمور اللي مع مزاجه مع أخلاقياته ينظر إلى الله ويدور الدين، أكو أمور لا، إذا مو مع مزاجه ينسى الله وينسى الدين أبدا بصورة كاملة. يشوف بعض الأوقات الله ندوره بالمسجد، ندوره بالحسينية، ندوره بالمصيبة، ولكن يوم اللي أنا مثلا بعيد عن هذه الأجواء، مثلا أنت رايح إلى باريس، هل تنسى الله هنالك أم لا؟ هذا هو المهم. أنت رايح إلى لندن، رايح تستانس بالعافية عليك بالحلال، إذن تنسى الله أو لا تنسى الله؟ هذا هو المهم. يبين الإنسان مو بالحسينية، طبيعي أجواء الحسينية حاكمة على الإنسان، أجواء المسجد حاكمة على الإنسان، أجواء شهر محرم حاكمة على الإنسان، شهر رمضان حاكمة على الإنسان. المهم ماذا بعد شهر رمضان؟ لذلك أشوف نسبة كبيرة من الشباب الأغاني يخشوها، ولكن بس خلص شهر رمضان طلعوا الأغاني وطلعوا سوالفهم كأنه ما كان شيء أبدا. البعض شيء لطيف حتى في شهر رمضان وقت الصوم يقول لا حرام ما سوي شيء، لما انفطر صار كل شيء مباح له. هذا يعني شنو؟ هذا النقص بالمعرفة. لذلك الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لا عمل إلا بمعرفة. ويقول الإمام أمير المؤمنين، يوجه رسالة إلى كميل، يقول يا كميل لا يقبل عمل إلا بمعرفة. يعني ماذا؟ شنو بمعرفة؟ وين المشكلة؟ هذه المشكلة حصلت مع رسول الله. رسول الله في مكة كم سنة؟ رسول الله 13 سنة في مكة، ولكن كم واحد آمن برسول الله؟ 201 تقريبا. ولكن لما انتقل إلى المدينة الآلاف المؤلفة آمنت برسول الله. ولكن هذا الإيمان يكفي إيمانا لفظيا في عهد رسول الله؟ نعم، اللي يتشهد الشهادتين هو مسلم، ولكن هذا يكفي في تكوين العلاقة مع الله؟ لا. أمر آخر، الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، شنو اللي صار أن الناس بعد رسول الله لم يتوجهوا إلى أمير المؤمنين؟ وعلي بن أبي طالب يقول لو أن الناس بعد قبض محمد بايعوني لأكلوا من فوق أرؤسهم ومن تحت أرجلهم رغدا إلى يوم القيامة. بس وين الناس؟ يقول إذا بايعوني بعد رسول الله أكلوا من فوق أرؤسهم. هسا واحد يسأل يعني شنو؟ يعني كل بركات السماء كانت تنزل عليهم، بركات الأرض كلها كانت تخرج إليهم، وين؟ ما بايعوا الإمام أمير المؤمنين، ما توجهوا. هذا الأمر أجل متى؟ في عصر ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. السؤال هذا الآن، السؤال شنو اللي بعد الناس عن علي بن أبي طالب؟ عدم المعرفة. وتقول نقص المعرفة؟ لا، نقص المعرفة كلمة كبيرة هذه، قل عدم المعرفة. وإلا الإمام أمير المؤمنين إجوا عنده قالوا له يا أمير المؤمنين هذا الحق حقك، لماذا لا تطالب بثارك؟ قال ما يخالف، تعال اليوم الفلاني بكرة في الساعة الفلانية احلقوا رؤوسكم علشان أعرف أنه أنتم من يتصدى لهذا الأمر. إجى أمير المؤمنين في رواية ما كان إلا 3 أو 5 أو 7، وين البقية الباقية؟ ماكو أحد. زين، بعد 25 سنة رجعوا إلى علي بن أبي طالب، هم على معرفة؟ لا، ليس على معرفة. لأن من الذي قاد الحرب على أمير المؤمنين؟ علي بن أبي طالب حكم 4 سنوات و7 أشهر. الإمام في كل هذه الحروب وين كان؟ بين الجمل، يعني بين النهروان وبين الجمل وبين صفين. كل مرحلة الإمام، تصور الذهاب، يعني هم يروحون الطائرات، ما كان طائرات، الذهاب إلى البصرة مسافة، يعني أخذ وقت أشهر.
هناك القتال أشهر إلى أن يرجعون أشهر، هي هذا صار سنة سنة ونص، وبقية الحروب أيضا للإمام أمير المؤمنين، يعني علي بن أبي طالب هاي المرحلة الناس كان يعرفون أمير المؤمنين؟ لا والله ما كان يعرفون. ليش علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يدعو، يدعو كمولاتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليه، مو قال الإمام أمير المؤمنين لقد ملأتم قلبي قيحا؟ يعني شنو؟ ماكو معرفة. هذه مشكلتنا الآن أيضا. اليوم إذا احنا ما قدرنا شبابنا نعطيهم وعي معرفي، أولا معرفة بالله، تدرون أنتم اليوم في حركة إلحادية صايرة عند الشباب، تروح الواحد يقول الحمد لله الله من عليه بالشفاء، يقول الله منه؟ أنت رحت للطبيب الطبيب شافك، الله ايش دخله بالموضوع؟ استغفر الله. ترى موجودين الشباب بينات موجودين، وبس هذا، هذا يدل على أن شبابنا مع الأسف مع احترام الشديد لهم أبسط دلائل المعرفة بوجود الله بوحدانية الله ما ينتبون إليها وما يعرفونها. أو جماعة هذا أحمد بن الحسن بن قاطع، ما أدري من هذا اللي يسمي نفسه اليماني، واليماني من نبري، زين تلاحظ هني بهالديرة أكو ناس يتبعون إله، تعرف ليش؟ لأن هذا القلاص فاضي، فاضي، هذا ما عنده علم ما عنده معرفة. أي واحد يجي عبا عبا، احنا لما نقول لشبابنا تعالوا تفوا حول المجالس، تعالوا تعلموا فكر اهل البيت، ثقافة السماء، ثقافة القرآن، هو هذا كلامنا. لذلك تشوف الان لهم جماعات موجودين، حتى موجودين لا يعتقدون بالله ويتبعون هذا الانسان اللي اصلا بعيد عن الله، انسان منحرف، انسان ما معلوم اصلا من وين فصله من وين. لذلك هذه فتنة، واحنا في اخر الزمان. اليوم اذا شبابنا ما يتوعون ما ياخذ وعي، إذا شبابنا اليوم يحضرون بس بالمناسبات ويتوجهون وما عندهم هذه المعرفة، إذن نطيح علينا هذه المشاكل. هذا حكمه، حكم ذاك الشاب جاء إلى مكة يبحث. هذا الشاب قال، إجا إلى أهل مكة صار يقول لهم أنا سمعت أن هنالك رجل يدعي النبوة، أنا جئت لكي أريح الناس منه. هو من خارج مكة، هذا وين صار طريقه؟ صار طريق على رسول الله صلى الله عليه وآله، وما يدري أن الرسول هو ذاك الشخص، ما يدري. فرسول الله قال أيها الشاب ما هي حاجتك؟ شنو عندك حاجة؟ قال سمعت أن هنالك رجلا يدعي النبوة، جئت إلى مكة لأريح الناس منه. قال تعال أيها الشاب، تعال عندي للبيت خلي أغديك. وداه للبيت. شوف رسول الله شلون يتعامل مع الذي يريد قتله، عشان نرجع لأنفسنا وإحنا نشوف القريب ما نعرف نتعامل وياه. قرايبي أنا ما أعرف أتعامل وياه، قريبي ما أعرف، صديقي ما أعرف. لذلك تشوف هذا التقاطع الاجتماعي الكبير اللي موجود على أمور تافهة. رسول الله يعلمني شلون أتعامل مع عدوي، مو لأتفه الأسباب نسوي مشكلة مع هذا ومع هذا ومع هذا وتقاطع هنا وهنا وهناك. رسول الله ودى للبيت. شوف هذا المنهج، هذا اللي اليوم إحنا نحتاجه. أخذه رسول الله للبيت، أطعمه، أطى طعام، غير ملابسه، ريح زين، ثم قال له أيها الشاب لماذا جئت إلى مكة؟ قال الرجل يدعي النبوة، جئت أريح الناس منه. قال يا رجل هو أنا ذلك الرجل، أنت؟ أنت اللي اسمك محمد؟ قال بلى أنا محمد. قال أنا بين يديك، افعل ما تشاء، شو تريد تسوي سوي الآن، أنا بين يديك، أصحابي ما موجودين، تقتلني اقتلني. رسول الله ما كان يعمل عمل مسرحي، رسول الله كان حقيقي يتكلم بدقة، كان يتكلم. وإذا بهذا الشاب اللي جاي يريد ينتقم من رسول الله ويريد قتل النبي، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. هذا من وين؟ من وين تتصور؟ شنو العامل؟ هذا ما صار عنده إلا شيء بسيط يسمى المعرفة السطحية، معرفة سطحية، آمن برسول الله. هذا شلون إذا تعرف على رسول الله أكثر؟ لذلك اليوم عندنا شيء اسمه التوحيد، عندي معرفة بالتوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى. هالمواضيع جافة حتى الخطيب ما يطرحها، لأن الجمهور ما يتفاعل معها، الجمهور يبون مادة سلسة وخفيفة على الفكر وعلى الدماغ ولا يفكروا زايد. وإلا هذه المواضيع من أهم المواضيع، التوحيد، النبوة، الإمامة،
العدل المعاد في يوم القيامة. هذا اليوم احنا معرفتنا بعقيدتنا العقيدة الصحيحة المنهج الصحيح، هذا الأمر يجعل الإنسان لو نظر إلى الموت يقتحم الموت، حد ما يخاف الإنسان، ما عنده خوف من أي شيء. لذلك شوفوا الحديث عن رسول الله يعبر تعبير دقيق، يقول من عرف نفسه. شنو معرفة النفس؟ الإنسان لما يعرف درجة الإخلاص عنده، درجة التوحيد عنده، درجة الإيمان عنده، درجة التعلق بينه وبين الله تبارك وتعالى. يعني اليوم أنا أعمل عمل، تارة الإنسان يأتي إلى مكان، أنا مثلا فاتحة أحضر فاتحة علشان أنه هذول قبل حضروا في فاتحتنا، فما يصير ما نحضر في فاتحتهم، هذا العنوان وهذا خطأ أبدا. لا، أنا قم بواجبي أن هنالك إنسانا مؤمن رحل من الدنيا، واجبي أذهب وأعزي أهل البيت، ما له علاقة بمصالح ثانية. ليكون الإنسان يخلي في راسه، بس تخلي في عنوانك قضايا دنيوية العمل أحبط، لأن الناقد بصير بصير كما في الحديث، الله يتعامل بدقة حتى مع فكرك ترى، حتى مع تأملاتك، حتى مع أفكارك يتعامل بدقة. لذلك الحديث عن رسول الله من عرف نفسه، معرفة عن درجة المعرفة اللي عندي بالله، درجة اليقين بالله، درجة الاعتقاد بالله. شايف بعض الناس تشوف تنزل عليه بعض المصائب بعض المحن، شي يتوجه يقول إلهي بس علي تنزل، شنو ما في غيري؟ هذا يعني شنو؟ هذا إيمانه بالله ضعيف. الإنسان اليوم كثير من الناس خصوصا الحريم تشوف لما يصير عندهم مشكلة تقول مسوين عمل، هذا عمل مسوي ومسوين سحر وما أدري شنو وما. ليش؟ لأن الإيمان بالله ضعيف، إيمان ضعيف، إيمان شكلي، إيمان ظهري، ظاهري، حجاب ظاهري، ولكن في الواقع شنو؟ إذا أنا إنسان مؤمن، مؤمن بالله، إذا صار غيبة في مجلس أدافع عن ذلك الإنسان، ما أتفاعل معهم، أقولهم هذا غيبة، أغير الموضوع، أقوم من ذلك المكان. هذا الإيمان. إيمانه شنو؟ إيمان فقط في شكلي، أنا عندي لحية طلعها عادي، أصلي كل الناس يصلون، أصوم كل الناس يصومون، مو مهم هذا، هذا أمور منتهم من عندها، ولكن الأهم سلوكي، قلبي، أذني، نظري، لساني، وجود جوارحي، هذا مهم. اليوم أنا أحضر المجلس الإمام الحسين وبعدين أحضر مسلسل وفي أواسطة شوية موسيقى وشوية غناء وشوية تبرج وبعدين أحضر الحسيني، ما يأثر الكلام فيه، معرفة ضعيفة، هذه ماكو معرفة. المعرفة كما يقول الإمام الصادق لابد أن تقترن بالعمل، وإذا عمل من دون معرفة لا قيمة له. المهم هذا، بمقدار ما يكون عندي هذه المعرفة بمقدار ما يكون أنا قريب من الله. أذكر القصة بس انتبه انتبه، اجعل نفسك مكان هذا الإنسان. كل إنسان راجع نفسه، ترى احنا نحتاج. أئمتنا سلام الله عليهم لما الإمام الباقر يقول حاسبوا أنفسكم، يعني ماذا؟ يعني يا ابن آدم أنت تخطأ، يا ابن آدم أنت أعمالك مو نقوى ولا صح، يا ابن آدم أنت قناعاتك فيه وايد خطأ، يا ابن آدم كثير من تفكيرك أسلوبك منهجك سلوكك خطأ، راجع نفسك، أنت مو معصوم. لما لا تكون معصوما يعني ماذا؟ قد يخطأ الإنسان. شنو العودة؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذه النفس اللي نحتاجها دائما، لازم ألوم نفسي أنا خطأت ولا لا. باليوم 5 دقائق بس، ما أقول لك ساعة حتى تقول صعب وما أعطيك برنامج صعب، لا 5 دقائق آخر الليل قبل ما تنام. هذا منهج أهل البيت الشيعي الموالي الذي ينتمي إلى مدرسة أهل البيت، أهل البيت يأمرونه بذلك، مجبور أنت على ذلك علشان تصحح أفكارك سلوكك تعاملك مع الآخرين. حاسبوا أنفسك، كلمتين، حاسبوا، راجع نفسك، انتقد نفسك. هسه يمكن الإنسان إذا ينتقدوه أمام الآخرين هذا غلط، إذا أبي أنتقد إنسان أمام الآخرين هذا غلط، ليش؟ راح تحرجه. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من سرك زانك،
إذا عندك إشكال على واحد لا تنتقده قدام الآخرين، بينك وبينه بإذانة كلمة حلوة، أسلوب مرن. لكن الإنسان نفسه انتقد نفسي، اليوم أنا عملت هذا العمل كان صح ولا لا؟ لا تخلي خشمك يابس تقول لا هذا صح وغصبا عليهم واللي أبي أنا أسويه. اترك هذا الأسلوب، تعال امشي شوف أهل البيت. ليش أقول لازم نتعرف على أهل البيت أكثر؟ كل ما تكون قريب من أهل البيت كل ما يكون سلوكك أهل بيتي. قريب من أهل البيت، قريب من الإمام الجواد، قريب من الإمام الكاظم، قريب من الإمام الهادي والعسكري، قريب من أمتنا. كلما نقترب إلى أمتنا، صدقوا اليوم إحنا هذه المنابر لازم يكون فيها شيء واحد اسمه المعرفة. بس اليوم كل يوم لازم ترتفع درجات المعرفة. أرجع لهذه القصة بعدني ما داخل فيها. شوف أضرب لك مثال، الناس اللي يروحون يزورون الإمام الحسين عليه السلام كلهم نفس الدرجة؟ أبدا. تشوف واحد من الكويت لما حجز ذهاب إلى كربلاء، شوف دموعه، ها راح أروح كربلاء، راح أروح، شوف دموعه تنهمر، هو بالطائرة هو بالسيارة دموعه توجهه. وصل إلى كربلاء، تعامله مع أرض كربلاء، الإمام الصادق يقول حرم الله وحرم رسوله. الإمام الصادق يقول ما ترفع قدم ولا تضع أخرى إلا تعتبر حجة وعمرة. أنت سامع عالم في كل الأذكار، في كل البرامج العبادية، كل عمل عبادي، أكو عمل عبادي كل ترفع كل قدم تضع أخرى حجة وعمرة، ما في إلا في كربلاء. ما كل الأنبياء وما كل الأئمة، بس للإمام الحسين. اليوم شلون نمشي إلى كربلاء؟ شلون خطواتنا نمشي؟ ندخل إلى حرم الإمام الحسين، شنو حضور القلب؟ الخشوع، التوجه، الذوبان. أقرأ زيارة عادي ولا دمعة ولا أي توجه وأرجع؟ لا. إذن أكو مشكلة بالمعرفة. غير الإنسان يدخل في حرم الحسين دموعه تذرف كأنه يحكي مع معشوقه اللي عاشق منه. عاشق الحسين أنت تحكي مع الإمام الحسين بأي لغة؟ بمقدار ما تعرف الإمام الحسين، بمقدار ما تعرف كرامات الإمام الحسين. يقول الإمام الصادق من زار الحسين، شوف الرواية، من زار الحسين، هذه نص الرواية، من زار الإمام الحسين عليه السلام ومشى إلى الحسين بيرفع قدم ويضع أخرى، الله سبحانه وتعالى يسجل له 1000 حسنة ويرفعه 1000 درجة ويمحو عنه 1000 سيئة. من هو هذا الإمام الحسين؟ بعدين في عندنا ناس سنوات ما يزورون الإمام الحسين، يقول أنا أحب الإمام الحسين، خليني أكون صريح، والله كذب، ما تحب الإمام، أنت ما تعرف الإمام الحسين، أنت تقدر، لا والله ظروف، وكل الناس عندهم ظروف، والله التزامات، كل الناس عندهم التزامات، الإمام الحسين ضحى بنفسه، ضحى بعياله، داست عليه حوافر الخيل، زيارة ما تزور الإمام الحسين، والله أنا من بعيد أزور الحسين، لا حقك تفيد هالزيارة هذه. زور الحسين، شوف أمتنا شو. ليش أقول لك المعرفة قليلة؟ ليش أقول درجات المعرفة من واحد لواحد قليلة؟ هذه المفروض أنا أخلق الفرصة، المفروض أنا أترك الدنيا وما فيها وأزور الإمام الحسين. نعم، لا تنتظر الناس والله إحنا رايحين كربلاء، إيش رأيك تجي معانا كربلاء؟ لا، مو هذا المنهج، مو هذا الأسلوب، مو هذا اللي أهل البيت ربونا عليه. الإمام الصادق يشوف ذلك الرجل يقول له أتزور الحسين كل يوم؟ هذا سدير الصيرفي من أهل البصرة، وبين البصرة وكربلاء 600 كيلومتر ذاك الوقت، يقول لك كل يوم؟ يقول له لا يا ابن رسول الله، شلون أروح كربلاء كل يوم؟ شو يقول الإمام؟ ترى هذه الكلمة كل واحد من عندنا، ترى كل واحد من عندنا. قال ما أجفاكم على جدي الحسين، جفاء هذا، أنت مقصر مع الإمام الحسين، أنا مقصر مع الإمام الحسين. كم حسين عدنا بالعالم؟ الدنيا كلها تصيح يا حسين، مو في شهر محرم، مو 10 أيام محرم. شوف هذا تعاملنا مع الإمام، هذا نقص معرفة، ماكو معرفة. إذا عندي معرفة بالإمام الحسين أضرب الدنيا وما فيها، أروح كربلاء، أودع عيالي، أزور، عندي التزامات عمرها ما تخلص الالتزامات، عندي شغل عمره ما يخلص الشغل. ولكن الإمام الحسين كم واحد أدنى الإمام الحسين؟ هذا واحد. ولما تروح لكربلاء لا تنتظر الخطيب يتكلم، روح اشتري كتاب
ادخل على الانترنت، اقرأ كرامات الإمام الحسين، اقرأ كتب اللي تحكي عن زيارة الإمام الحسين ودرجة ومكانة زائر الإمام الحسين، علشان لما تزور الإمام بمعرفة تزور الإمام. الآن لذلك تشوف تعاملنا عادي، زار الإمام حسين رجع، حتى الملابس اللي ألبسها، أي ملابس أدخل عند الإمام الحسين. بعض الشباب أنا أشوف سوي ذيك القصة أقول له أنت وين داش؟ أنت عند الإمام الحسين، شنو هاللبس هذا؟ شنو هالضحك هذا؟ شنو سوالف الدنيا هذه؟ وبعدين نطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا البركات. لذلك الحديث القدسي يقول: لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصببت عليكم العذاب صبا. يعني شوف هذول الشيوخ الكبار الشيبة كبار العمر، هذول وجودهم بركة. شوف هذا لما شوف ظهره محدودل هذا بركة، أطفال الصغار ذولا بركة. وإلا صببت حتى البهائم حتى الحيوانات، الله يرحمنا إحنا علشان هذه الحيوانات، هذا حديث قدسي. وإلا شوف العبارة وما يقول أنزلت عليكم العذاب، شوف العبارة: وإلا صببت عليكم صب صب، يعني مو عذاب قليل. يا ابن آدم عدنا أهل البيت، عدنا آل محمد، عدنا هالنور، هذا حرامات والله ما نعرف منهم أهل البيت، علاقتنا بأهل البيت ضعيفة، تواصلنا مع أهل البيت ضعيف، معرفتنا بيهم بكرامتهم بمنزلتهم. أنا ليش أؤكد على هذا الشيء؟ لأنه بمقدار ما أنت تعرف أهل البيت بذلك المقدار يرتفع مستواك. إذا ارتفع مستواك تعاملك يختلف، أسلوبك يختلف. يعني إنسان مرة يقول لك هذا إنسان عادي دش، السلام عليكم. وعليكم السلام. بعدين يقول لك لا، هذا إنسان عنده هالمميزات وهالشخصية وهالوضع. الوضع تروح يمه، أول مرة سلمت عليه سلام عادي، ولكن مرة ثانية اختلف، صح ولا لا؟ الإنسان اللي تعرفه وشخصيته ومكانته سلامك تعاملك ياه يختلف. اليوم أهل البيت كل ما نعرفهم أكثر ومكانتهم وجلالتهم ومنزلتهم، يعني يكفي أنه أنا أقرأ كتاب واحد فيه عظمة زائر الحسين. تدري لما تزور الإمام الحسين بأي طريقة تزوره تعاملك مع الإمام يختلف، والله حضورك بالحسينية يختلف. تقول أنا عندي والله أبي أزور الأهل، ما يخبر، زور قبل الحسينية، زور بعد الحسينية. أنا خلي برنامج إلي هالوقت هذا حسب تعبير الناس ما أجيسه ولا أقرب عليه، هالوقت هذا 100 شغلة عندي، يقول عندي هالفقرة هذه أحتاجها. مثل إنسان رايح يتعلم لغة، يا أخي مثل ما واحد يروح يدخل دورة رايح يتعلم لغة إنجليزية، يا أخي رايح تتعلم فوتوشوب، رايح تتعلم الإكسل، داخل دورة. اعتبر هذه المجالس دورة، تسمع رواية. أنا شخصيا أي خطيب حتى إذا كان خطيب توا مبلش مبتدئ يسمونه، صدقوني أي إنسان أسمع رواية واحدة عن أهل البيت أستفيد، رواية واحدة هو هذا يخلي الإنسان. ليش؟ لأن الإمام الهادي في زيارة الجامعة، قارين زيارة الجامعة، قارين شنو فيه؟ الشيخ الأوحد رحمة الله عليه عنده شرح زيارة الجامعة، قاريها تفهمون شنو كاتب؟ شايفين العلم شنو فيه؟ شنو زيارة الجامعة؟ كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى. اقرأ زيارة الجامعة، عندك حاجة اقرأ يوميا، واظب على قراءة زيارة الجامعة، شوف الكلمات العظيمة اللي فيها، شوفوا علمانا شنو كاتبين، الكتب هذه مرمية في المكتبات، طلع نفسك. احنا أمة لا تقرأ، ولكن أنا كن إنسان أقرأ، أثقف نفسي. تدري حتى الأدعية، حتى الأدعية اقرأ دعاء تعقيبات. اليوم رحت اليوم بعد شهر رمضان هذا، روح افتح كتاب، أي كتاب، افتح كتاب مفاتيح الجنان، اقرأ تعقيبات دعاء الظهر، صلاة الظهر، صلاة الظهر تعقيبات، اقرأ تعقيبات العامة، اقعد تأمل فيها، شوف الكلمات، شوف تأثيرها. احنا كل روتين، حتى اللي ظهر احنا صلاة جماعة يقرأ دعاء، قرأ ويا فكر مكان ثاني. اصلا اهد بعض الناس دعاء يقرأ ويترك ويروح. انا اسألك سؤال، انا قاعد اكلمك وتكلمني انت، مرة واحدة انت وتكلمني اهدك واروح، شو يصير فيك؟ بتقول هذه اهانة الي؟
شلون لما تكلم رب العالمين وفكرك ينتقل إلى مكان ثاني وتترك الدعاء وتروح تسوي شغلة ثانية؟ شوف كل أمور هذا كله نقص معرفة. معرفتنا بالله تبارك وتعالى. اللهم عرفني نفسك، يقول الإمام الباقر، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. خلاص هذا حق منه؟ حقنا احنا. الان عندنا معرفه ما عندنا معرفه؟ اقول اي نعم، يمكن اجزاء الواحد من معرفه. صدق تصور انت تعرف الامام الحسين او انا اعرف؟ والله العظيم انا ما اعرف الامام الحسين 1%. انت بعد ايضا نفس الشيء، 1% ما نعرف علي بن ابي طالب احنا. ولا في شنو؟ شنو نعرف علي بن ابي طالب؟ إذا كنا نعرف أهل البيت تعاملنا تغير مع أهل البيت. اليوم اللي صار عنده مشكلة ما أقول عنده مشكلة تعبت، لا، أتوجه إلى أمير المؤمنين، أتوجه إلى مولاتي فاطمة الزهراء، أصلي صلاة الاستغاثة بالزهراء، أتوجه إلى إمامي، إمام حي ينظر إلي. ما عدنا التواصل، ما عدنا هالذوبان مع أهل البيت. اليوم أهل البيت بس حق البركة احنا خاليهم. أما معرفة، أما فهم، هسه واحد يقول شلون؟ أقول اقرأ كتب، أخذ كتاب اقرأ، باليوم صفحتين اقرأ، 10 دقائق باليوم مطالعة، في مشكلة؟ ولا تبي تاخذ المعرفة من عندنا احنا؟ احنا ايش كثر نقدر نعطيك؟ هو المنبر ايش كثر يقدر يعطيك يعني؟ ولا تلوم الخطيب. بالنتيجة لازم اليوم ما أنتظر من الآخرين، أنا بنفسي أثقف نفسي. شوف هذا شخص يسمى نخلة، كان في عهد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. شوف بعض الأوقات لما أتكلم إلى بعض الشباب يقول شيخنا إحنا وين وأهل البيت وين؟ أنا أقول لك أنت وين وأهل البيت وين؟ وأنا وين وأهل البيت وين؟ ولكن شنو قال الإمام أمير المؤمنين؟ قال ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، أن تكون كعلي لا تقدر ولا تفكر فيها، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. حاول مقدار اللي أقدر أنا أسير على منهج الإمام أمير المؤمنين، أسير على منهج أهل البيت. اليوم قالوا لي في هذا المكان يمكن واحد إرهابي في هذا المكان، وأنت عندك ذاك الولاء وذاك الذوبان. أكو ناس أتذكر يوم من الأيام رايح إلى مشهد، في الطريق اجى شاب قال شيخنا كلم امي ابي اروح كربلاء ما تخليني. اقول له حجيه هذا ولدي شي يروح كربلاء؟ لا 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 نخاف على اولادنا. الله، الحسين ما يخاف على اولاده، الحسين ما يخاف على عياله، اهل البيت ما يخافون على عيالهم، عيالكم اغلى من اهل البيت. الله، واقول انا موالي؟ لا والله لا والله، مو بالكلام بالعمل. هاي الناس كلها تروح، لا 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 ما ودي ما ودي ما خليه يروح للزيارة. هذا النخلة كان رجل شاب في عهد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان يصلي خلف الإمام وما كان يروح يسلم على الإمام حتى تصير علاقة بينه وبين الإمام، مثل شاب أو أي إنسان تروح تصلي خلف إمام صلاة جماعة، خلصت الصلاة شال نفسه وطلع برا راح. هذا النخلة كان هكذا يتعامل، يروح يصلي خلف الإمام أمير المؤمنين بس ما يروح يسلم على الإمام. يوم من الأيام ملتزم كان بالصلاة، ملتزم. يوم من الأيام وإذا بنخلة يتمرض، بقى في البيت يوم يومين 3 أيام بعد ما تحمل، شال نفسه بقوة، قال والله لأذهبن إلى أمير المؤمنين. لبس ملابسه يبي يطلع برا، إجت عند زوجته قالت له وين وين رايح؟ قال اشتقت إلى أمير المؤمنين بعد ما تحمل، صار لي 3 أيام أنا مو شايف الإمام، ما مصلي خلف الإمام، ما تحمل. قالت له امرأته أنت مريض، أنت تعبان، ماكو عليك حرج، ماكو عليك عتب. قال لا بد أن أذهب. شوف هذه لما أقول درجة من درجات المعرفة، يقول راح توجه، وتوجهت إلى المسجد كالعادة، صليت خلف أمير المؤمنين، يقول سويت التعقيبات، أنا قايم أطلع وإذا بنداء من عند المحراب، يا نخلة أجلس في مكانك لا تذهب. يقول تعجب هو، منو ناداني؟ منو كلمني؟ الإمام أمير المؤمنين أنا ما مسلم عليه،
هو يعتبر انه الامام ما يعرفه، ما مسلم على الامام امير المؤمنين، شلون عرفني؟ شلون عرف انا موجود؟ ابسط الامور لاهل البيت سلام الله عليهم. يقول بعدما راحوا الناس توجهت الى امير المؤمنين، يقول سلم امير المؤمنين علي وقال لي يا نخله. قلت سيدي انت تعرفني؟ انا ما سلمت عليك الى الان، وشلون عرفت اسمي؟ قال انا اعرفك، اعرف ابوك وجدك وسلالتك، واعرف الحديث الذي دار بينك وبين امرأتك. سيدي شنو الحديث؟ قال لي ذاك اليوم كلمت مع زوجتك وقالت لك ليش تروح الى الصلاة خلف امير المؤمنين؟ قلت اشتياقي الى علي هو اللي جرني الى امير المؤمنين. قال يا نخل ليس هو اشتياقك وانما اشتياقي علي أمير المؤمنين. شو يقول له؟ يقول له وإنما اشتياقي لك يا نخلة روح مني وريح مني توجهت إليك وجذبتك إلي إلى المسجد. أمير المؤمنين يشتاق له، أنا وأنت الإمام الحجة يشتاق لنا ولا لا؟ مذاك علي بن مهزيار بعد 20 سنة من ذهابه إلى بيت الله لقصد التشرف بلقاء الإمام الحجة، بعد 20 سنة وإذا به يلتقي بالإمام. يقول أول ما دخلت على الإمام في قضية مفصلة قال يا ابن مهزيار لقد اشتقت لرؤياك. إمامنا يشتاق لرؤيانا، هذه بدرجة المعرفة، بدرجة المعرفة اللي عندك أنت مع الإمام الحجة. والإمام الحجة ما يحبنا؟ والله يحبنا. تصور إذا ألم يدخل علينا الإمام الحجة هالناس وهالشهداء وهذه الأشلاء التي كانت مقطعة في جامع الإمام الصادق، الإمام ما ينظر إليها، والله يتألم الإمام، الإمام يبكي معكم. هؤلاء شيعة الإمام، هذا في نظر الإمام، هذا في رعاية الإمام، ولكن هذا طريق أهل البيت، هذا طريق الألم. أنت روح شوف تاريخ أهل البيت، هي التاريخ كل مليء بالمصائب والمحن وهذا الابتلاء اللي جرى على شيعة أهل البيت. وهذا ضمن يعني أنت الآن تريد تجعل نفسك خارج هذه الدائرة وهالناس والتضحيات والمذهب. لذلك ذول أسميهم شهداء العقيدة والولاية، لأنهم استشهدوا لأنهم يوالون علي بن أبي طالب. هذا الولاء وهذا الانتماء، وهذا انتماء الناس. وشوف انت، شوف أئمة أهل البيت وهذه الأيام متعلقة بالإمام الحسن المجتبى، يقول له سيدي احنا نعتذر من عندك، ما فرحنا ذلك الفرح لأنه انت ويانا سيدي، انت ويانا. شوف أطفالنا استشهدوا، ونساءنا بأي حالة، رجالنا بأي حالة، هالناس الأشلاء المقطعة في ذلك الوقت. أدري سيدي أبا محمد احنا أيضا نعيش معك سيدي، احنا ويا مصابك أيضا سيدي. يوم اللي جاءت إليه سيدتي ومولاتي زينب أم المصائب زينب دخلت على أخيها الإمام الحسن. أرد أقول لك شوف مصائب أهل البيت ولا شيء، الآن احنا مصائبنا يا مصائب أهل البيت. سقوه السمن امرأته جعدة بنت الأشعث، سمت الإمام الحسن، لذلك كان يتقلب من مكان إلى آخر. جاءت إليه أخته زينب، تدري الأخت عزيزة وغالية تشوف أخوها بهذه الحالة، نظرت إليه يتقلب من مكان إلى آخر. ما تحملت هذا الموقف لأخيها الإمام الحسن، طلعت من الدار ذهبت إلى أخيها الحسين. أخي أبا عبد الله ادخل إلى أخي الحسن، ما أدري شنو في أخويا، أشوفه يتقلب يمينا وشمالا يتألم. دخل الإمام الحسين على أخيه الإمام الحسن وإذا به يقذف كبده في طشت. أقبل الإمام الحسين على الإمام الحسن وضمه إلى صدره، صار يبكي يا بكاء عاليا. شنو قال للإمام الحسن؟ قال أخي أبا عبد الله لا يومك يومك يا أبا عبد الله.
ليش هذا موقف؟ موقف للسيدة زينب، نظرت إلى أخيها الإمام الحسن وهو يقذف كبده في داخل الطشت يتألم من السم، هذا موقف. وموقف آخر، نظرت إلى رأس أخيها الحسين عند ابن زياد. وين نظرت إلى أخيها الحسين؟ إلى رأس الحسين عند ابن زياد، وبيده قضيبه خيزرانه ينكت بها ثنايا أبي عبد الله. وزينب تضرب على رأسها، على وجهها، وحسينا وأخايا الرباب. وإذا بها تحركت من مكانها، راحت إلى رأس الحسين، ضمته إلى صدرها تشبعه لثما وتقبيلا. اجوا الجلاوزة، هجموا على الرباب، صاروا يضربونها بالسياط، اخذوا منها رأس الحسين. التفتت إليها زينب العقيلة، قالت الرباب ليش سويتي هذا العمل؟ ليش رأتي إلى رأس الحسين؟ ما تعرفين هذول الناس يضربونك بالسياط؟ قالت بلى سيدتي يا زينب، لما جاء الحسين إلى الخيام يودعكم كلكم طلعت تودعوا الحسين، أنا خجلت أطلع أودع الحسين، لذلك بقيت في الخيمة، بقت هذه حسرة في قلبي أنه ما قبلت الحسين. شفت الآن رأس الحسين إلى جواري، اتقل أخويا أنا خدرت عباس وحسين، أخويا أنا مو عاد يقعد بديوان، ولا كلمت يا حسين عدوان، لا كلمت يا حسين عدوان. شدني من الناس أخوك حسين، وين وين عباس؟ أقول حسين ظل جثة بلا راس، وعباس النفل قطعة ويمين، وعباس النفل قطعة حقك ما شفت راحم، وناصيح شمر كل زاعي يزجرني، وناصيح الا وان حاضر يا ابو الشيم، وناصيح ابد ما جسر واحد علي، هيا ابد ما جسر واحد عيد علي. أنا بنت من؟ أنا أخت من؟ أنا من أنا؟ لو أنصف الدهر الذي عادانا، يا الله لقضاء الحوائج، لشفاء المرضى وشفاء المصابين والجرحى. الآن هم بالمستشفيات، هذول كانوا في المجالس وكان يحضرون دائما في المجالس، هنيئا لهم، هنيئا لهم، ادعوا لهم بالشفاء، الله يرجعهم إلى أهاليهم سالمين بكل صحة وعافية، وينتقم من أعداء أهل البيت. إلهي بحق هذه الليلة، كل من يريد بشيعة أمير المؤمنين سوءا، بالمذهب سوءا، اللهم رد كيدهم في نحورهم يا الله، اللهم انتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة يا الله. شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا، سيما في هذا البلد الطيب،
المؤمن، اللهم اجعلهم بأمن وأمان وسلامة يا الله لقضاء الحوائج. نقرأ هذه الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب هنيئا لكم أمن يجيب ويكشف السوء أمن يجيب يا الله يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعا يا مجيب المضطر يا كاشف السوء. ارفع يدك للسماء. الله يحب الإنسان المؤمن جميعا، ارفعوا ايدكم. الله يحب هالايادي لما ترتفع إلى السماء وتذكر حاجتك بلسانك، لا تقول بقلبي حاجتي، قولها بلسانك. الله يحب من عبده يرفع يده يتذلل إليه ويذكر حاجته. يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، وبحق التسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله. اطلب حوائجكم إلى الله. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم أرض عنا إمام زماننا يا الله، وفقنا لنيل رضاه، أقض حوائج المحتاجين، اشف مرضانا سيما الجرحى والمصابين يا الله، اجعل عواقب أمورنا خيرا يا الله، اجعل هذا البلد آمنا، احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء. اللهم شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا من عليهم بالأمن والأمان والسلامة يا الله، من يكيد بهم سوءا رد كيده في نحره يا أرحم الراحمين يا الله. إلهنا تقبل منا هذا القليل 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 بأحسن قبولك. اللهم إن كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه يا صاحب الزمان في هذه وفي كل، وان عشاق الحجة وليا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أمواتكم وإلى شهداء جامع الإمام الصادق وإلى روح المرحوم الشهيد الحاج طاهر أبو سالم والشاب والشبل محمد الجعفر، إلى أمواتكم وإلى شهدائكم، الفاتحة مع الصلوات.